لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم حلقه جديده على مباشره وستات على النهار. تحياتي الاول لسهير. ازيك يا سهير؟ يا صباح الفل، صباح السعاده، صباح الصحه، صباح كل الامنيات الحلوه دايما لمشاهدي ستات على النهار. مخستك شويه بس ان شاء الله كله خير. كله خير كله خير. ازيك الاول وعامله ايه؟ كله تمام. كل مشاهدينا يعني في خبر لازم، واحنا قبل ما نقوله لازم نفرق بين حاجتين. التاتو اللي احنا بنعمله في حواجبنا كستات حاجه، والتاتو اللي ولادنا بيعملوه على جسمهم حاجه تانية. وفي تحذير رهيب جدا 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 من كل الجهات المعنيه طبيا في موضوع التاتو اللي بيترسم على الجسم، ان كان بالوان او ان كان بلون واحد. ليه بقى؟ الحقيقه في ناس في جامعه في السويد ووجدوا في صله كبيره جدا جدا ما بين الوشم والسرطان في الجهاز الليمفاوي اللي هو بيتعرف باسم سرطان الغده الليمفاويه. النوع ده نادر من انواع سرطانات الدم اللي بيأثر على الجهاز المناعي. الوشم بقى بيزيد من خطر الإصابة دي بنسبة 21%، ودي نسبة مش قليلة. ليه بقى 21%؟ وليه الوشم بيأثر أو ممكن يكون سبب رئيسي في موضوع سرطان الغدد الليمفاوية؟ لأن أنت أول ما بتروح وبيبتدي الراجل أو الست اللي بترسم التاتو تدخل الحبر اللي بيخش جوه الجسم من الجلد، الحبر ده بيخش على الدم، فطبيعي جدا الجسم اول ما بيخش له حاجه كده بيتعامل مع الحبر على انه ايه؟ على انه حاجه غريبه عن الجسم، ويبتدي يفرز حاجات مختلفه اللي بتعمل الخلايا السرطانيه في الغدد الليمفاويه. منتهى الخطوره. ولو تفتكروا كلامي انا قلت لكم في فرق ما بين الوشم ده والتاتو. التاتو بتاع الحواجب في ناس يقول لك يعني ده بيجيب سرطان، لا احنا مش قصدنا كده. الوشم اللي بيخش في الدم، يعني اللي بيغرز الحقنه اللي بتغرز في الدم وتطلع دم، ده خطر. لكن في ناس ممكن يعملوا التاتو مجرد بين مايكرو بليدنج بين الحواجب وبعضها، ما بتطلعش دم، ده بيبقى حاجات بسيطه كده. ده احنا مش بنتكلم كده. والاكتر من كده عايز اقول لك ان في حاجه مهمه جدا بعملها اليومين دول. انا بعمل حنه ما فيهاش مشكله. اعتقد انا بعمل حنه لحواجبي. طب ما حلو جدا، حلو جدا. بعملها كل اسبوعين بس عشان تبقى يعني ابقى صريحه معاك. على فكره ممكن تقعد شهر. لا، مع مكياجنا احنا بنستعمل ميك اب ريموفر كتير وبتغسلي وشك كتير كل يوم تقريبا ميك اب وبتاع. انا اكتشفت ان هي نفس نتيجه المايكرو بليدنج. احلى يعني. انا خلاص سبت التاتو من زمان. لا، لان بيبقى شكلها طبيعي بالظبط واللون طبيعي. ما عايز اقول لك على حاجه وجدوها في الدراسه دي، ان انت عامل وشم حاجه بسيطه او عامل وشم كل جسمك كله نفس النتيجه. اللي عايز يجرب ويعمل افكار بديله زي ما انت قلتي للتاتو، حنه البني، يرسم حنه، يغير الرسمه، يكتب حاجه تانية. لكن انتوا تخيلوا لما بتيجوا تطلعوها، لما بيقرر اي حد فجاه انه عايز يمسح رسمه بالليزر، كلمه، شوف ازاي بتبقى صعبه، سواء كانت بالليزر او باي وسيله تانية. شوف ازاي بتبقى صعبه عشان تعرف تاثيرها كارثي ازاي على الجسم. ليه بندخل جوه جسمنا مواد سرطانيه؟ ليه؟ يعني مش مستاهله. لو انا مبسوط قوي بالحاجات دي اعملها حنه بتتمسى على طول او بتروح. ده انا بتكلم كاحنا كستات. في شباب كتير بيبقى شايفها روشنه، ما اقدرش انكر انها مش روشنه، وما اقدرش انكر ان هي ان انا ما بحبش. يعني في ناس اكيد زي حالاتي اللي هو ما بيحبوش، مستغرب انا ومتضرر. لا، انا رحت وجيت في الموضوع ده 100 مليون مره، 100 مليون مره. يعني من الحاجات اللي بتلفت نظري موضوع التاتو، بس لا، لما يعني فكرت ان فكرت بس ولا مره عملت. اولا حاجتين، ان انا سمعت موضوع ان الحبر ده لما بيخش الجسم، وان انت اكيد ما تتحمليش الالم ده، ما بتاخدي بنج ساعتها موضوع وبتعمل بار. يعني في ناس كتير بقوا شاطرين. فكره حاجتين بصراحه عشان ابقى صريحه،
الخطورة من الحبر وفكرة الحرمانية انه حرام. يعني على كل حال يعني هو بعيدا عن مش هنقدر نختلف عليها. بعيدا عن فكرة الدين هو صحيا غلط جدا وخطر جدا. ويعني الروشنة جمال الروشنة ولا جمال الصحة؟ يعني ايهما اهم، متعة الروشنة ولا متعة الصحة؟ مؤكد متعة الصحة. متعة الصحة. خلي بالكم ولادنا ال 11 وال 12 وال 13 بيعملوا تاتوهات، ما بقتش الموضوع بالسهوله دي. الحذر، كل الحذر من موضوع التاتو. احنا مش هنطول عليكم لان حلقتنا النهارده دسمه جدا فيها اكتر من لقاء، فخلونا نطلع فاصل ونرجع نلتقي مع اولى ضيوفنا في حلقتنا النهارده. التالي الفنانة نانسي صلاح في ضيافة الستات. خفيفة الطلة والأداء جذبت الجمهور بملامحها المصرية، أحبتها الكاميرا وأحبها الجمهور لأدائها السلس، فتميزت في ظهورها الأول وأثبتت جدارة مع توالي الأعمال. إنها الفنانة الشابة نانسي صلاح. بدأت مشوارها الفني من بوابة الإعلانات لتجد والدتها التي تربت بعيداً عنها لمدة 27 عاماً، وبعدها اتجهت إلى التلفزيون والسينما، فظهرت في فيلم سكر مر وبرنامج اس ان ال بالعربي، وقدمت عشرات الاعمال الفنيه الناجحه ومنها نصيبي واسمتك وطلقتك نفسي وماما حامل وبميت راجل وغيرها من الاعمال الناجحه، لتوجد لنفسها مكانه خاصه في قلوب محبيها وينتظرها الجمهور في اعمال جديده. زي ما انتوا كده شفتوا التقرير، بيسعدنا يكون معانا نجمه من النجوم اللي اثبتت وجودها بجد في اكثر من عمل، واخيرا في العمل اللي اتقدم رمضان ده 100 راجل. هي مش اول مره نشوفها في اعمال فنيه، يعني قبل كده شفناها في اكثر من عمل، لكن اكثر حاجه لفتت نظرنا ليها هي التلقائيه، الشطاره في التمثيل. فبيسعدنا يكون معانا النهارده نانسي صلاح. منورانا، اهلا وسهلا بك نانسي. نورتينا وشرفتينا. ميرسي قوي. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين، ومنورانا الجميله الانيقه يعني حياتي المصريه، يعني حاجات كتيره كده. حياتي سوسي، حياتي انت جميله. ثانك يو. انت كنت منوره على شاشه النهار من شخصيه سونا ب 100 راجل. صح. بس انت كنت متردده تقدميها، كنت خايفه من فكره انها شخصيه شريره. شريره وطباعها غريبه. عندها طريقه غريبه، وهم كانوا عايزيني اقدمها بطريقه جديده، يعني اشوف لها حاجه جديده عشان ما تبقاش زي اللي انا قدمته قبل كده. هي شويه يعني، كان انا كنت دايما بقول استاذه هاله فاخر انت مش واخده بالك ان انا وسميه طريقه كلامنا مختلفه؟ قالت لي ايوه. ليه كده؟ في ايه؟ قلت لها عشان انت كنت رمياني في الشارع، ما كانش عندك وقت تربي. فكان نفسي هي تقول لي الجمله دي، انت ليه وبقك معوج واختك لا. فهمتي قصدي؟ هي دي كانت الصراع دايما ما بين ان انا اهلي بيحبوا اختي اكتر مني جوه المسلسل في الشخصيه نفسها، فكان عندي صعوبه ازاي انا عايزه ابقى مختلفه، يعني عايزه ابقى تبقى سونا اقلف كل حاجه من غاليه علشان يبان التفاوت في التربيه. طب التجربه في رمضان كانت عامله ازاي؟ بصي التجربه الاكسبوجر بتاع مسلسل بيتعرض على نهار ورمضان، انا الحمد لله النهار بالنسبه لي وشها حلو عليا. كذا حاجه الحمد لله اتعرضت لي على النهار، ودايما الحاجات اللي بتتعرض على النهار الحمد لله بتنجح بجد والله العظيم. عاليه جدا. والله العظيم. فعايزه اشكر قناه النهار واشكر استاذ علاء الكحكي طبعا واشكركم جميعا. بس بالنسبه لرمضان، سباق رمضان بيبقى مليان مليان، ومش لازم كل الناس تنجح، بس على الاقل نبقى موجودين، على الاقل الناس تشوفنا في عمل جوه. مش طول الوقت بنشوف كل الاعمال، بس بعد رمضان كل حاجه بتتشاف، كل حاجه بتبتدي انها يتحط لها التقدير الصح بتاعها، لان في رمضان مش بيبقى عندك وقت تشوفي كل ال 13 مسلسل هتشوفيهم في اليوم. طب وهتعملي ايه بقيه اليوم؟
لما اتعرض عليك المسلسل في الاول عرفتي ان هو بطوله سميه خشاب ولقيتي ان قبل ما نخش رمضان ابتدى النقد التاتو الحواجب التاتو بتاع سميه خشاب والكلام ده كله، ما قلقتيش؟ لا انك تبقي راحه انك انت هتتقدمي او في عمل هيتقدم ليكي والجمهور اوريدي مستني. هي قرار عملت العكس، قررت تدافع عن سميه. انا دايما انا على فكره بتحمق قوي لما بلاقي حد مظلوم حتى ما معرفوش، هتلاقيني واقفه بتخانق يعني لو في ايه يا جماعه بجد. ما خفتيش؟ مش ما بصي يعني ما قلقتيش قلت يا انا بتوكل على الله؟ لا هو كده كده ما كانش فيه الضجه المرعبه، انا ما ركزتش قوي فيها، بس عامه انا بحب النوش، لما يبقى في حاجه عليها نوش كده كده بتتشاف مبدئيا يعني، فاعملوا نوش زي ما انتوا عايزين يا جماعه. ده اللي خلاكي تخشي زي ما لا مش ما بخش انا اوريدي وتدافعي عنها؟ مش بدافع عنها، بس طب ما في كتير قوي عاملين فيلر وبوتوكس يعني. صح ولا انا غلطانه؟ في طبعا. اشمعنى هي اللي اتكلموا عنها؟ يمكن عشان هي داخله في دور ان هي بنت بلد مثلا بقى وبتاع من غير ميك اب كتير. ميبي، بس انا دي حاجه ما تخصنيش، انا كممثله هبص لنفسي، هبص لدوري، هبص للشخصيه بتاعتي، هركز فيها اكتر عشان ده المهم بالنسبه لي. اللي جوه العمل ده مش بتاعي انا، بتاع المخرج منتج الكلام، بس انا شايفاها ما غلطتش خالص، هي حد عادي طالعه عايزه شكلها يبقى جميل وحلو. كلنا عايزين نبقى كده. انت في يناير اللي فات كتبتي على صفحتك بتهاجمي الناس اللي بتنتقدك وبتاكدي ان انت هتاخد دي اجراءات قانونيه. حصل. ايه اللي حصل بقى؟ في فيديوز كتير قوي محطوطه كانت على اليوتيوب واخبار غلط، وايه يا جماعه بتكتبوا ايه؟ ويعني اللي كان مضايقني في الموضوع ده ان دي كلها مواقع معروفه ويعني كذا حد معروف. يعني اكتر الاخبار اللي استفزتك يا نانسي؟ جوزوني وطلقوني، وانا اصلا ما اتجوزتش قبل كده، فانا مش فاهمه جوزوني وطلقوني وخلوني خطفت حد من ايه الحاجات دي؟ ايه ده مبني على اساس ايه يعني؟ انا كنت عايزه افهم يعني. فلما اتكلمت وقلت البق وحاجات تانية بقى يعني، كانت في اخبار غريبه محطوطه. فكتبت الكلام ده اللي هو بجد اي حد هيقول على لساني اي حاجه انا ما قلتهاش، او هيغلط فيا، او هيجيب في سيرتي من ورا ظهري وهعرف، او هيعمل وات ايفر، انا مش هسكت. ما خفتيش من اسفين غلسين بيبتدوا يخشوا بقى ما لهمش في الليله فيبتدوا يشتموا بس لمجرد انهم يشتموا؟ صاحب الحق عينه بكحه وبتردي على كل الناس؟ صاحب الحق عينه قويه. بس هاتك ده يعني حقي وده سمعتي وده شغلي وده انا. وخدت فعلا اجراءات قانونيه؟ انا ما لحقتش اخد اجراءات، انا اوريدي كلمت المحامي وعملت كل الحاجات اللازمه. أوكي. انا اول ما كتبت الجمله دي كل الاخبار اتشالت. ايه الحاجه اللي وجعتك؟ والله العظيم اكتر حاجه وجعتك يا نانسي الكذب. انا ما بحبش الكذب وما بحبش الناس اللي بتقعد. أيوة يعني كذبوا في ايه؟ ان انت مثلا جوزوني مثلا، طلقوني، خلوني خطفت حد من حد، وات ايفر بقى، وات ايفر. طيب بمناسبه الخطف، انت عملتي دور في يوتيل واحده بتخطف حد قريب يعني. حصل ده. الشخصيه دي شفتيها في الحياه؟ هي بتحصل معانا كلنا، واكتش حصلت معايا يعني. عادي جدا، بس انا مش بتستفزني، انا بحب قوي الادوار دي لان انا بجمع كل الحاجات اللي انا شفتها في الحدث ده. زي ما مشيتي ورا شحاته مثلا، طلعتي من المترو لقيت شحاته وهتعمل دور شحاته فقررت انها تمشي وراها، والحمد لله خدت سكسيه والله العظيم. يوميها انا في الحقيقه شخص يعني خجول شويه يعني، حتى لو جيت اتخانق او اخد حقي ما بعرفش، بسكت، بسكت خالص، باخد جنب، وحقي كده كده بيجيلي، فانا الحمد لله رب العالمين. بس لما بلاقي في حد خلاص هيتعدى حدوده، لا في منظر تاني خالص بيطلع يعني، واللي قدامي بيبقاش متوقعه، يبقى فاكر ان انا لا بالعكس خالص. ايه يعني؟ في عندنا ناس بيحاولوا يستفزونا، انت تعرفي النقطه دي يعني. انت مش سهله الاستفزاز؟ لا، لان انا ما بقتش سهله الاستفزاز، ما بقتش اتعلمت ما بقتش ما تبقى سهله، وما بقتش ان انا هسكت على اي حاجه. في ناس خلاص بقى كبر دماغك، اللي يقول يقول مش عارف ايه، لا لكن ستوب، فول ستوب. انتوا بتقولوا على مين وانا سايبه ساكته لكم ليه اصلا؟ طب انا عايزك سؤال، هو ايه اللي ابتدى موضوع ان انت تبقي ماده خصبه للاشاعات؟ عشان ساكته. ما في ناس كتير ساكته. لا عشان انا ساكته، انا ما بردش خالص، وانا في حالي جدا، وانا صحابي في الوسط لا يتعدوا على الصوابع، ممكن نقول اربعه
طيب فأنا مادة خصبة لأن أنا كمان مش موجودة في جروب، فاهمة الفكرة؟ أنت لوحدك، أنا في ظهري ربنا بس الحمد لله يعني انت دايما منصورة. يعني أنت لوحدك في الميديا أيوة. فأنت حاسة أن أنت أنا مش حاسة ولا سهلة، سهل أن هم يعني يطلعوا هم بيفتكروا أن أنا هكون على أساس شكلي كيوت ورقيقة وكده وهسكت وبتاع، بس لا مش كلنا طيبين. انت قررت ما تبقيش كده، قررت ما كنش طيبة خلاص، إناف بقى، إناف طيبة، الناس بتستغل الطيبة دي ضدك، يعني مش شريرة بس يعني هاخد موقف. أي حد هيتعدى حدوده معايا هاخد موقف. إيه مين اللي تعدى حدوده لدرجة إن هو بقى الموضوع بالنسبة لك؟ لا يعني هو أنا من كتر ما سكت، إيه الموقف اللي تقدري تقوليلي والله يا مفيدة ده الموقف اللي خلاني أقول أنا مش هسمح تاني لحد إنه يتعدى حدوده؟ لا بصي بيني وبينك أنا قريب جدا، وده حصل مع أستاذ رؤوف عبد العزيز، يعني أنا هجيب لكم بس أنا هقول حاجة صغيرة جدا. كنت بعمل معاه مسلسل وكل الناس كانت زعلانة مني جدا. ليه؟ معرفش، هو كان زعلان مني. جمال شاكر كمان كان في المخرج المنفذ، كان في حاجه الناس زعلانه. وانت داخله لسه الشغل؟ لسه داخله. اوكي. فانا مش فاهمه حاجه وانا كده كده بركز في شغلي جدا، فاشتغلت. ففي حد جه يقول لي هو انت بجد لطيفه ولا انت بتمثلي علينا؟ ده كده في اول يوم تصوير، ده بعد تاني مشهد مثلا. فبقول انا مش فاهمه حاجه، هو في ايه؟ انا كمان ملاحظه ان في اتيتيود غريب في اللوكيشن، في حاجه. واكتشفت ايه؟ اكتشفت ان الـ هو يعني مشي ورجع لي تاني وقال لي بس بعد المشهد ده انا عايزك هنقعد مع بعض هنا دقيقتين مع بعض، بس عايزه اتكلم معاكي في حاجه مهمه. قعد معايا جمال شاكر. نانسي احنا من فتره كنا طالبينك في شغل، وبعدين في حد قال لنا، مش هقول اسم الحد ده، ان انتي ما بترديش عليه، وكمان لما رديتي شتمتي. وده ما حصلش. لا شتمتي في الممثله. ايوه وده ما حصلش. انا ما اشتغلش معاها، وده مش انا، انا عمري ما بقول كده، يعني انا شخص محترم جدا ومتربي جدا. وعرفتي مين اللي افترى عليكي كده؟ حد كمان انا ما اعرفوش. ده حد بقى انا ما اعرفوش اصلا. فانا بقول له طب قول لي ايه الموقف وايه اللي عمل وايه اللي. فطبعا قال لي كل الحاجات دي. قلت له ثانيه بس، اسمه ايه الشخص ده؟ فلان الفلاني. قلت له حلو قوي، يعني انا لو طلعت موبايلي دلوقتي وطلبت النمره دي هلاقيها متسجله عندي. مش كده؟ قال لي قلت له طب اديني النمره. هو لقى في وشي قلب وطلعت النمره مش موجوده اصلا. هو ما رضاش يداني النمره لان شاف ان وشي ان انا هتكلم الشخص ده هبهدله. انت على اي اساس بتقول كلام على لساني؟ انت اصلا ما كلمتنيش. متطوعين الشر. بلس بقى ان انا عرفت ان استاذ رؤوف عبد العزيز كان زعل جدا، وجه جالي بقى وقتها وقعدنا اتكلمنا. كان زعلان عشان ايه؟ اتقال له ان انا رفضت ومش هشتغل معاه، وان انا قلت كلام في حق فنانه معينه في ظهرها، ودي مين، قلت حاجات ما ينفعش تتقال يا جماعه. فبقول له السؤال بس معلش، هو يعني في عقل بنميز، هو في حد ينفع يقول على حد كده؟ طب دي واحده لسه بتطلع ممكن تقول كده مبدئيا. تاني حاجه هات لي اللي قالك. هاتوا وانا اهو قدام بعض ونشوف التليفون ده حصل امتى وازاي وفين وساعه كام والكلام ده كله. انت طول الوقت بتواجهي النوعيه حاجات دي غريبه. فالمهم فعلا هو فجاه من تعامله معايا اكتشف فعلا ان دي مش انا تماما. اوكي. وفعلا تقريبا واجه الشخص الغير سوي اللي قال على لساني كلام. وتقريبا يعني هو اتكلم معايا بقى، خد لك حقك، خد لي حقي من الاخر. وفعلا بعدها على طول جاب لي بقى ستهم معاه، لان هو كان بسبب الشخص ده مع استاذ رؤوف كان عايزني في ثلاث اعمال بعد المسلسل اللي كان عايزني فيه، واتقال ان انا شتمت فيه. ثلاث اعمال بعد المسلسل ده اتلغوا بسبب الشخص اللي اتكلم عليا في ظهري كلام مش حقيقي واللي انا اصلا ما اعرفوش. وحياه رحمه ماما. بس الحمد لله عاجلا او عاجلا بيجي لك، بيجي الحق بقى، بيجي الحق. وهكذا بقى كتير بقى، حاجات كتير بقى، كتير بقى. بجد يعني. طيب انت واضح ان انت ما بقتيش طيبه زي ما بتقولي، وبتواجهي وبتردي و لازم. ايوه
بس انت برضو بتخافي من او بتهتمي برد فعل الجمهور؟ طبعا. تدخلتي متخفيه تتفرجي في السينما على ماما حامل؟ كان ماما حامل؟ اه. ولا دخلتي امتى؟ لا ما كانش ماما حامل، ده كنت في اول فيلم ليا، كان سكر مور. سكر مور ده انت دخلتي متخفيه؟ مش متخفيه، انا مش معروفه، بس قعدت على جنب كده عشان انا خايفه ومكسوفه ومش عارفه اعمل ايه. ففي حد قاعد جنبي، ست جميله قوي هي وجوزها، هما اول ثلاث كراسي في السينما، اول ثلاثه. ايوه. قاعده جنب الحيطه بقى، فبتقول له البت دي عماله تعمل حاجات غريبه قوي، بص البت بتعمل ازاي، تجيب لاخوها تخطب لاخوها كل شويه، البت دي القرده دي. بقيت قاعده سامعه النقد بتاعي عليا بلساني، كنت فرحانه جدا ان هي اصلا ما تعرفنيش انا مين. ايوه ده اول عمل ليا. بس لفت النظر، اتبسطت. وفي الاخر كان استاذ هاني خليفه، يعني حبيبي الله يمسيه بالخير، قال لي اخر الفيلم انا عامل لك مفاجاه، ودي كان اول حاجه ليا بقى. هو قفل الفيلم على عيني. ليه قفل الفيلم على عيني؟ مسج. كان في مسج، وخلاني انا اخر مشهد في الفيلم يطلع، والناس ضحكت ففهموا، واحنا كنا عارفين انا المفروض اقول ايه بعيني. فهمتي قصدي؟ في جمله تتقال بعيني فانا قلتها، فاحنا عارفينها كالمخرج والممثلين، فالجمهور ضحك. فهيثم الله يرحمه، هيثم احمد زكي الله يرحمه، كنا اخوات. فهيثم وقف يوميها في السينما قال يا نانسي الناس فهمت، برافو. الله، والله العظيم. الروح حلوه. الله يرحمه، الله يرحمه. طيب انت الشخصيه اللي كانوا بيوقعوا بينك وبينها ممكن نستنتج كده هي مين؟ لان انت بتقولي كلام حلو طول الوقت على روجينا، فهل هي كانت روجينا؟ لا مش روجينا، ما كانتش روجينا. لا ما كانش مسلسل انحراف؟ لا لا والله العظيم خالص، ده انا بقى اللي حصل ده اتفهم في انحراف. يعني ده اللي انت رجعت اشتغلت فيه. لان روجينا حبيبه قلبي، روجينا عارفاني على فكره، ودكتور اشرف يعني الحمد لله رب حبايبي يعني واساتذتي، وبكن لهم كل احترام وتقدير، وعارفيني انا كنانسي يعني. فاللي يعرفني كويس هيبقى اكيد متاكد ان دي استحاله حاجه تطلع مني. لا مش انا يعني، انت طريقه كلامي كنانسي بتخليني احس ان انت كشخصيه، انت شخصيه تلقائيه قوي، واضح جدا ان انت ما عندكيش كنترول على حصر. او انت مش عايشه دور الفنانه. لا. اولا لان في بدايتك في البرنامج الكوميدي اس ان ال ده اصلا هو برنامج كوميدي، وانت كنت شاطره قوي فيه. طب اقول لك على حاجه، فانت تلقائيه جدا بسبب دي. انا اللي رشحني لاس ان ال بالعربي استاذ هاني خليفه. من سكر مور. من سكر مور. ليه؟ ليه؟ عشان انا كنت لمضه، انا مش لمضه زي ما انت قلتي، تلقائيه. تلقائيه عاديه. فلما بشوف حاجه او مش عارفه بقول، فهو كان بيضحك، هو مش مصدق ان ده ممكن يطلع. انت بتعملي ايه؟ تلقائيتي دي. هو بقى راح قال لهم انا معايا كارثه اسمها خدوها. وفعلا وقد كان ونجاحها مبهر. بالعكس انا ما رضيتش امضي يوميها، استاذ طارق الجنايني واحمد الجنايني اللي حبايبي بعدين امضي، لا اخاف كوميدي؟ ما بعرفش. مش هعرف اعمل كوميدي، هوقع البرنامج والله. اسالي طارق الجنايني هوقعه. لا يا طارق، لا بنمسي عليهم طارق، استاذ طارق، استاذ احمد. ومع خويتي. ذلك مضيتي. قال لي انا مش عايزك تمثلي، انا عايزك اللي تقريه في الورق هو اللي تعمليه، وتحسيه اعمليه زي ما انت عايزه، ومحدش فينا يقول لك اي حاجه. فبقيت اعمل كده. اوكي. اللي اشوفه واحسه واتيفر بقى، بيطلع بعبط، بيطلع مش عارف، خلاص هو ده هعمله كده. طب معنى بقى تكمل سؤالي، ان اللي بتشوفيه وبتحسيه ممكن يكون مخليكي في اول دخلتك للفن ان انت بتتكلمي في كل حاجه، حياتك الشخصيه؟ لا مش حياتي الشخصيه. لا هو ده اللي خلى الناس تحس ان هي نو ممكن تتجاوز. لا انا كده كده حياتي الشخصيه استيل ما حدش يعرف عنها حاجه. بكل اللي انت تخيلي. واو. مبدئيا انا لما جيت اتكلمت عن حياتي الشخصيه انا اتكلمت عن بدايه ونهايه. في 27 سنه ما حدش يعرف عنهم حاجه، ولا انا غلطانه؟ صح. اما الناس بتقولي قطعتي قلبنا، لا يا جماعه انا لو حكيت هتعيطوا دم صدقوني. هو اصلا قصه صعبه. انا بكلمك ومش هحكي، لان لا بس احنا مش فاهمين. انا شخصيا مش فاهمه يعني ايه ابقى بعيده، امي ما تعرفنيش وانا ما اعرفهاش 27 سنه، وانت عند عمتك. لا ما
انا بقى عمتي وبنت عمتي ده اتربت في كل حته في انا قعدت في ثلاث بيوت في فانتي. ايوه هي ما كانتش عارفه توصل. مش هتعرف توصل. ليه كنتوا بلد وهي بلد؟ مفيش الكلام ده، انا مش هتلاقيني خلاص. بابا اصلا وقتها لما عمل الحركه دي سافر، فهي معايا، فاهمه قصدي؟ وتوصل لاي حد من عماته، لا ما نعرفش عنها حاجه. خدي بالك في اخت شقيقه اكبر مني انا. احساسك ايه وانت قعدتي سنين من غير ماما؟ لا كان صعب قوي صدقيني، مفيش اي كلام، مفيش ولا حد من اللي انت قعدتي معاهم معوض لك حنيه؟ لا في طبعا، الله يرحمها ميرفت حبيبتي. ميرفت دي تقرب لك ايه كان؟ ميرفت تبقى بنت خاله بابايا، ولاد خاله، دي ابعد واحده في عيلتي. اه بالظبط، انا كنت ابعد يعني من شراز بنت عمتي يعني. انا في شراز دي برضو دي اقرب لي من ميرفت طبعا، هما اتنين في نفس السن شراز وميرفت. بس شراز في وقت من الاوقات كانت جايه تسافر تهاجر خلاص بره مصر، وبابا رفض ان انا اروح معاها، قال لها لا لا نوسه مش هتطلع بره، فرحت لميرفت. فميرفت خدتني كملت بقى. طب هو ليه ما عاش معاكي؟ عشان باباي متجوز وعنده اولاد وانا مش حابه خلاص. بس انت كنت صغيره قوي. ايوه عشان تاخدي قرار زي ده كنت صغيره. يعني خلاص. وفي رحله البحث دي كنت بتعملي يعني ما عايز... بس يعني معلومه صغيره، انا بحترم مرات بابايا جدا. لان باباي مريض جدا وهي شايله بقالها اكتر من 10 سنين. بنحييها والله. بحييها جدا، وعايزه اقول لها انت ست قويه جدا، وبجد شكرا ليكي على اللي انت بتعمليه مع بابايا، وتستاهلي مليون بوسه يعني، انت زي امي طبعا يعني. والله برافو. واولادها بحبهم، اخواتي محمد واسماء اخواتي يعني. طيب انت كان وقريبين لبعض جزء كبير من هدفك. مسامحه بابا؟ هسامحه طبعا، هو يسامحني بس. لا مسامحه بابا ان هو بعدك عن ماما يا حبيبتي، مش المشاكل ما كانتش تستحق ابدا. الحياة دي مكتوبه لي من قبل ما اتولد. اي بس بينا وبين بعض طبعا مسامحه، اكيد مسامحه. ما بتقوليش ولا مره يعني ايه الخناقه الرهيبه أبداً. يعني اللي تستدعي انك انت تخوني وما تعرفش امي بيا؟ صدقيني عمري ما اتكلمت معاها. انا لو مكانك كنت غير زمان قوي صدقيني، اكيد المحادثه دي حصلت. بس دلوقتي ادعي له ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، لان هو غير قادر ان هو حتى ممكن يتكلم معاكي يتناقش. لا انا مش بتكلم دلوقتي تلومي، انا بتكلم احاسيس البنوته الاصغر من كده. اكيد اتكلمت، انا بكلمك في الاصغر. اكيد اتكلمت بس كان بيترد عليكي بردود انت لسه صغيره، اما تكبري هتفهمي كل حاجه. طب بعد 27 سنه ولقيتيها وميرفت دخلت لك بيها واكيد كان موقف يعني. انا بس عايزه اقول لك على حاجه لذيذه، مش لذيذه هي، يعني مش لذيذه خالص، هي كانت اوحش حاجه في حياتي. ايه؟ ان الاثنين توفوا مع بعض في نفس الاسبوع، ميرفت وماما. واو. دي كانت التشوك بقى اللي فعلا يعني. بعد قد ايه لما لقيتيها؟ بعد قد سنه. بعد سنه يعني انت لقيتيها وهي بعد سنه راحت لربنا؟ صعبه. تعالي يعني مش قصدي نتكلم في بتاع، لكن انت عرفتي تجيبيها ازاي يا بنت اللذينه؟ ما جبتهاش. عرفتي توصلي ماما ازاي؟ هي شافتني في التلفزيون. وبعدين ممكن نكت شوية. احنا هوا مش هينفع نكت. طيب خلاص احنا مش هنتجاوز، هنتجاوز زي نتجاوز القصة. شعرك بقى كلمينا على شعرك ده. كلينكس نظيفة اهو زي الفل. استني عشان المايكات. رياليتي شو؟ لا بصي اصل الاثنين دول يعني اكتر اثنين مهمين في حياتي. ويعني ربنا يرحمها برضو دلوقتي سايبه لي حته منها. هنا اللي هي ابن اختك، بنت اختي بقى، بنت ميرفت بقى. هي ميرفت دي تبقى بنت عمت يعني، هي قريبه بابايا. انا بقول دايما اختي، هي بتقول بنتي بقى يعني، هي في حته تانية خالص يعني. يعني عايزه اقول لك على حاجه حصلت يوم الوفاه بتاعت مامتي. انا بقول لها يعني، هي اصلا كانت على فراش الموت بقى، وانا كنت في اليوم ده قاعده في بروفت ترابيزه مع حازم فوده المخرج. حتى حازم فاكر اللحظه دي كويس. فانا جالي تليفون وموبايل بايظ واقع على وشه، فبنفتح لازم افتح سبيكر عشان نسمع. فكلموني وقالوا لي الخبر. انا طبعا ولا مامي؟ على مامي يعني، مامتي انا. فطبعا اللي هو اتخضيت كده، بعدين قلت له طب كمل بروفه بقى، ده بجد عندي تشاب. قال لي ايه؟ قلت له خلاص كمل بروفه، وانا بعد البروفه انا هتصرف هشوف هعمل ايه. توتب ثانيه، ممكن اعمل تليفون؟
طب بس انا هفتح سبيكر كذا كذا اوكي. فكلمت ميرفت وقتها فقلت انا اقول لك حاجه وبتاع مش عارف ايه صبرا. ماما تعيشي انت وبتاع. ماما مين؟ انا اللي ماما؟ انت عبيطه ولا ايه؟ فبقول لا ميرفت ركزي معايا يا حبيبي، مامتي انا، ماما انا، ماما منى مامتي. قالت لي ما انا عارفه بس انا اللي مامتك، انا اللي ربيت. ايوه هي مش عارفه، مش عايزه تزعلي. هي في اخر ايامها حبيبتي كان برضو اللاوعي، ولما حد يقول لها لا تقول لهم انا اللي مامتها مش هي. يا حبيبتي انتوا الاثنين ماماتي، وهما الاثنين فعلا يعني انا قلت انا هما الاثنين يعني دي مامتي ودي مامتي ده بجد. وانا حتى اليوم لما فكرت في الموضوع شويه هي الام واحده، هما الاثنين مش مع بعض. وانا كنت بقول للاثنين يا ماما باي ذا واي. كانوا عيانين يعني؟ كانوا تعبانين ولا فجأة؟ ميرفت كانت تعبانة قوي وقعدت في العناية المركزة 25 يوم، وبعد كده خرجت قعدت معانا شهر وتوفت. ومامتي كانت كويسة جدا وفجأة توفت وهي قاعدة. وهي قاعدة كانت بتفرج على التلفزيون وفجأة توفت فجأة. طب السنة بدون أي سبب. السنة بقى اللي انت عرفتيها فيها دي وقربت منها كانت عاملة ازاي بالنسبة لك؟ يعني جات لك ازاي؟ يعني هي جات لي. بصي هو عماتي يعرفوا طبعا مكانها بس ما كانوش بيقولوا، مش هينفع يقولوا عشان بابايا وكده. بس في وقت انا ما كنت عيانة قوي في الفترة دي، انا زي ما قلت لك حساسة قوي، ودايما لما بزعل جسمي بيزعل معايا. انت برضو حوت. انا حوت. كل العيانة ايه فترة حساسة. بسبب ايه؟ بسبب ان في كان عندي ضغط شغل كبير قوي في في شغل يعني وات ايفر كان ايه وقتها. وعيت وجالي فيروس في معدتي. ف بصراحه ميرفت وعمته يعني راحوا قالوا لا هم جابوها لك ودخلوا بيها عليك. دخلوا بيها يا قفشت في ميرفت انا بقى يعني. انت عارفه؟ لا خالص. امال قفشت فيها ازاي؟ عارفه العيل الصغير اللي خايف حد يجي ياخده من امه؟ يعني انت قلت لها انت امي ومش عايزه اروح؟ مش كده بس انا قفشت في ميرفت. بتقولي دي ماما؟ عرفتي في السنة دي تعوضي كل المشاعر بتاعت سنين؟ مفيش حاجة هتعوض بس انا يعني سامحتها وده كان اهم حاجة. بصي هقولك على حاجة. سامحتيها يعني على ايه؟ سامحتها على ان هي كان في ايديها بنتها وبنتها مش معاها يعني على فكرة دي مش حاجة حلوة خالص. طبعا دي حاجة مش حلوة خالص. انتي هي شافتك وحست ان انت بنتها او شبه بنتها؟ لا هو انا بنتها لسببين، انا في علامتين في وشي متعوراهم معاها وانا بيبي يعني بتاعت خدي دي، هي متاكده دي ان انت بنتها وبقي دي. لكن انت لما شفتيها دي بقى دي انت لما شفتيها وانا زي ما انا ما اتغيرتش على فكره من وانت صغيره. انا زي ما انا، نفس ملامح وشي، نفس شعر، نفس كل حاجه. انت وانت صغيره مش عارفه يا سيخ مشوي دخل في خدي حصل. لا انا وقعت على الشوايه فسيخ شويه دخل من هنا وخرج من هنا. يا نهار ابيض. ودي فاضيه عندي حته هنا في خدي فاضيه. مش مهم، دي حوادث يا جماعه لطيفه بنعدي بيها في الطفوله. عادي يعني. بصي هقول لك على حاجه، ربنا قال ان احنا كمؤمنين كل واحد فينا عنده ابتلاء. طيب انا كنت باخد شراز بنت عمتي برده، ما انا بقى لازم اقول حاجات حلوه بقى كانت حاصله. شراز بنت عمتي كانت بتجيب لنا شيخ في البيت علشان بيدينا قران بيحفظنا يومين في الاسبوع او يوم مش فاكره يعني، بس كنت صغيره قوي. وانا الحمد لله حافظه اجزاء من القران يعني. ففي مره الشيخ جمال الله يمسيه بالخير والشيخ محمود برده هما دول اللي بيدوني، بس الشيخ جمال هو من اللي كان قاعد معايا اليوم ده. ولان انا كنت ساعات وانا بحفظ القران بحلم احلام وبصرخ وانا نايمه وكده، وكان سريري دورين يعني مكتب تحته السرير فوق. فلما شراز قالت للشيخ جمال نانسي بتحلم باحلام وحشه بتصحى بالليل تصرخ ولما بنصحيها ما بتبقاش عارفه هي كانت بتحلم بايه. فقال لها انا عايز اشوف اوضه نومها. دخل اوضتي قال لها سريرها هو باين. قال لها مبدئيا السرير ده لازم يتقص او يتشال ينزل على الارض. ليه؟ لانه قريب جدا من السقف. ويعني اعوذ بالله الحاجات بتبقى في الكورنرز. صح. فانا قريبه قوي من الكورنرز. طيب كمان انا دلوقتي بعمل جهاد، بجهد في سبيل الله ان احنا بنحفظ القران. فانت بتحفظي القران الحاجات دي بتبقى اوفر عليكي شويه كتير. فقال لهم يعني نشيل السرير ده خالص يا هنقصه ونزله على الارض طبيعي يعني.
وفعلا عملت كده. وبعدين خرج بره قعد مع شراس شويه، قال لها بس في حاجه مضايقه نانسي جوه. ايه؟ فشراس قعدت اتكلمت معاه كذا كذا كذا، اللي هي المشكله اللي عندي اللي هي ابتلائي يعني. ماما وبابا قال لها مفيش درس النهارده، انا ونانسي بس. قعد معايا ولحد النهارده عايزه اقول له كلامه لسه مؤثر فيا ولسه ماشيه بيه ولسه. قال لك ايه؟ والله بنحييه جدا يعني. الشيخ جمال ايه اكتر حاجه شيخ الجامع المرحله الرابعه في مدينه الرحاب، اكتر حاجه كان قالها لي، قال لي انا مش عايزك تزعلي، انت زعلانه ليه؟ خلاص الحاجه الوحشه جت مفيش اوحش منها هيجي التاني. انك تخسري ماما. قال لي عايزه اسالك سؤال، في اغلى من بابا وماما في الدنيا؟ قلت له لا. قال لي طب بابا وماما مثلا ربنا قدر ان في الحياه الاولى بتاعتنا مش هيبقى مع بابا وماما، بس احنا برضو at the same time احنا محفوظين وربنا كرمنا ومحافظ علينا وبيتنا جميل وحياتنا حلوة، صح؟ قلت له صح. قال لي طيب لو انتي دلوقتي، يعني سوري عشان انا اتلخبطت في الحتة الاولى كانت ايه كنت فيها، معلش. الشيخ جمال بيديكي درس. الحتة الاولى اللي قلتها ان في اغلى من بابا وماما خلاص. في البيت. فبعد بابا وماما لو حد عمل لك حاجة او اي مشكلة تانية جت هتزعلي على قد المشكلة دي؟ لا. قلت له لا. قال لي عمرك ما هتنكسري، انت من النهارده غير قابله للكسر. وقد كان وقد كان. حاجه تانية قال لي تعالي كده نفكر، انت عارفه ان ربنا بيدي البني ادم 24 قيراط؟ هناخدهم في العيله، هناخدهم في صحه، ناخدهم في رزق، ناخدهم في اولاد، ناخدهم في شغل. هناخد ال 24 قيراط، هناخد ال 24 قيراط. وفي حاجه تانية مهمه جدا. قلت له ايه يا شيخ جمال؟ قال لي احنا في حياتنا بنعيش حياتين، ممكن نعيش حياه واحده منهم، ممكن نعيش اتنين، بس لو حياتنا الاولى مش حلوه انا عايزك تتاكدي 1000000% ان حياتك التانيه هتبقى احلى بكتير من حياتك الاولى. في حاجه كمان، ده بصي كام حاجه، خليني اقول لك على اسالك سؤال. مش انت بتشوفي بنات حلوين قوي وتربوا حلو مع باباهم ومامتهم وطلعوا اتجوزت اتطلقت، اتجوزت اتطلقت، اتكسرت ما عرفتش ترجع لحياتها تاني. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان هي طول عمرها ما فيش حاجه اسمها عندها انها تفكر ان في مشكله بابا وماما بيحلوا دي، عمرها ما هترجع تاني للحياه، بس انتي هترجعي بقوه. ده الشيخ جمال ده رائع، انا كانه معالج نفسي وتنميه بحبه جدا وكل الحاجات. وقال لي عادي انت عايزك تفرحي، خلاص شفتي ابتلائك بدري، خلاص ورا، هو ورانا مش هنشوف اوحش منه تاني، والحاجات اللي ربنا اخدها منك مش بايدك هيديها لك بصوره تانية انت مش هتتخيليها. السنه اللي انت شفتي ماما فيها كنت حاسه ان هي ده التعويض ولا في فتره كنت لسه في اغتراب وفي غربه وبتاخدوا على بعض؟ بالظبط كده، هي اللي انت قلتيه بالظبط كده. اكيد انا ما اعرفهاش كويس ومفيش ما بيني وما بينها عشره، بس انا عارفه انها امي اوكي، بس لما ببص لها ببص لميرفت، انا شايفه ميرفت. هي اللي ربيتك، هي اللي عاشت معاك، هي اللي عارفاكي امتى عيطتي وامتى دخلتي استحميتي وامتى سقطتي وامتى نجحتي وامتى حبيتي وامتى اتحبيتي وامتى بحب اكل ايه ما بحبش اكل ايه، بحب البس ده ليه وما بحب بالظبط كل تفاصيل. يعني انت فضلت مشاعرك متلخبطه. طب انتوا عارفين ان انا لما ميرفت توفت انا لقيتها شايلالي علبه كده عشان هي كانت بتعمل لي الاكل بتاع شغلي، عشان كده كنت وقت ما هي عايشه كنت تخطوخه كده مربربه. انا ما بحبش اكل الشارع او بيعمل لي وجع في بطني، فدايما كانت بتعمل لي اكل وتبعته معايا تجيبه لي على الشغل او تبعته او تدهوني وكده، وساعات لما كانت بتعمل اكل للتصوير كله كله عشان انا عايزه اكل مثلا فبتتكسف فتعمل اللوكيشن كله، طبعا كله في ده في ميزان حسناتها، الف رحمه ونور عليها، الف رحمه ونور. لما توفت بعد لما هي توفت مثلا العيد الصغير فاحنا رايحين العيد الكبير، احنا بنفتح الديب فريزر عادي جدا، انا في بيت انا وهنا، فبطلع علبه غريبه قوي
العلبه جوه كده واحنا منظفين الديب فريز ما شفناهاش. فبفتحها، عارفه لما تفتحي الاكل تطلع ريحه منه. انا اول ما فتحت قلت الاكل ده مرفت اللي كانت عاملاه، انا عارفه ريحه اكلها. فهنا قالت اوف، ولا في ايه؟ قالت لي انت عارفه ان ماما كانت عامله اللحمه بالخضار دي قبل ما تدخل المستشفى، وقالت محدش يقرب من الاكل ده بتاع نانسي عشان هتاخده معاها اليومين الجايين عندها تصوير. العلبه دي ما اتفتحتش الا في العيد الكبير، اول يوم العيد الكبير. من حكاياتك يا نانسي، احنا خرجنا بره نطاق البرنامج وبقينا بنتكلم، بس يعني تجربه جديده بالنسبه لنا في الحوار. بس ما تجيش تقولي لي ان كل اللي انت بتحكيه ده مر عادي على بنوته صغيره وانت ما زلت صغيره، انت 27 سنه. بنوت صغيره؟ لا 27 لا انا مش 27 عمد 21 لا حاجه و30 انا حاجه و30 يا جماعه. انا بالنسبه لي انت صغنونه. الكلام ده مش هقول يعور ومش هقول بيقوي، صدقيني والله. بس جنب التقوية انا معاكي 100% بيقوي، بس في حمل بيبقى في حمل لود بتكتشفي بعد مرور وقت انه اثر على علاقتك بالاخرين من غير ما تاخدي بالك. يعني انت مثلا من الشخصيات طبعا طبعا اللي بتتخطبي كتير وتسيبي كتير، من فكره الارتباط ده خلي بالظبط، يعني بتتخطبي وما بتكملش. مش كده صدقيني، مش لازم يكون يعني. واحنا ما بنتكلمش عن شخصيات معينه، وانا فاهمه والله العظيم. لا انا فاهمه اكيد. انا كنانسي عندي مخاوف كتير اكيد طبعا، وواجب على اللي هيرتبط بيا ده، واجب عليه بقى بجد. ده شرط من الشروط ان هو يعرف يحتويني انا كانسان. انت صعبه الاحتواء لانك شفتي كتير. انا صعبه اثق في حد. بالظبط، هتبقي صعبه جدا ان هو. انا صعبه جدا على فكره. انا الناس ممكن تفتكرني كيوت لا، عشان كده انا شخص عميق جدا. والدنيا بتقف ديب جدا. ايه؟ مش كده بتبتدي والدنيا تقف. بصي هقول لك على حاجه، ما تكملش. مش ما بتكملش، ساعات بيبقاش احنا شبه بعض، وساعات احنا ما بيحصلش نصيب لان انت دنيتك غير دنيتي، فاهمه قصدي؟ وساعات من كتر غلط. حبك في الاهتمام بيخليكي ما تاخديش بالك انك مش بتحبي. احنا كده كده بنرتبط، بس عشان نبقى كلنا واضحين، عشان احنا بنحب، عشان معجبين مش بنحب. انا كحوت ماشي بيحب على نفسه. بس مش على نفسه بالظبط يعني. بس لما بنحب احنا ما بنبقاش شايفين اي حاجه. بس بعد شويه العيوب دي بتبتدي كل شويه تتصنفر كده وتبان، تتبروز قوي. وبتشوفي حياتك قدام هتبقى ماشيه ازاي. ايه اكتر عيب بيخليكي تقولي شكرا سلام عليكم؟ الكذب. ما بحبش الكذب، ومحبش حد يقولي على حاجه ما يعملهاش. انا الكلمه عندي عقد. ده يخليكي تقدري تاخدي قرار بسهوله. يعني انت في العلاقات اللي انت دخلتي فيها كنت انت اللي سبتي، يعني انت اللي خدتي قرار. بصي لا، زمان انا سبت برضو عادي، بس لا ده زمان مش بكره. في اللي فات لا انا خدت قرار ان انا لازم اقعد. ودي جراءه يعني، ممكن واحد يقول لك ايه؟ طب هقولك ليه. خليني في هقولك ليه. واحده تانية غيري كان ممكن ما تعرفش تاخد القرار ده. بالظبط. ليه بقى؟ عشان حياتك اللي قبل. الله ينور عليكي نانسي، دي حياتك انت دلوقتي. انا ساعات على فكره انا كتير بقعد اتكلم مع نفسي. كلمني كاني شخص، عايزه ايه؟ حابه ايه؟ طيب حابه حياتك تبقى شكلها ازاي؟ ولو مش هتيجي خلاص خليكي زي ما انت، مش ناقصه هي وجع قلب ولا تعب ولا اي حاجه. ايه المواصفات اللي انت بتدوري عليها غير انه مش صادق. بصي مهما اقول مواصفات النصيب بيرشق فجاه، ممكن حاجات ما تبقاش انا اصلا عايزاها. بس اقل حاجه بني ادم يبقى بيعرف ربي بيعامل فيها ربنا. حلوه الكلمه دي صح. طب انت سنه 23 قلتي مش هقول على الخطوبه عشان ما تبصش. واحد حسدت واتحسد الحمد لله. انت مؤمنه بالحسد لدرجه ان انت شايفه؟ لا مبدئيا عايزه اقول لك على حاجه، اتبهدل بسبب الحسد. انا شعري وقع، انتوا مش شايفين شعري اهو، ده اقرب مثال يعني.
والخطوبات بتبوظ بسبب الحسد؟ هي حياتنا كلها بتبوظ، مش حياتي انا بس بسبب الحسد. ليه الحسد؟ انا ابتديت اشوف، ما انت في حسد يعني، بشوف فيديوهات قريب، في فيديوهات لسه شايفاها حتى، ناس بتطلع بقت تقول بس جمله عن الموضوع ده، اللي هو جماعه بطلوا تقولوا حياتكم، لو حاجه هتعملوها حتى بكره ما تقولوش. لان اللي قدامك ده مش لازم يكون احسن يعني اقل منك، ممكن يكون احسن منك بكتير، بس ليه انت بتعملي ده وانا ما اعملوش؟ ليه انت معاكي ده وانا لا؟ شايف اللي عنده بالظبط. انا في حاجات استوقفتني وانا بقرا عن السي في بتاعك، يعني ان انت من الشخصيات اللي تعرضتي للتنمر وانت صغيره. يف ليه؟ عشان شعرك. عشان شعرك. طب انا بنتي شعرها كيرلي جدا، ما بقاش كيرلي. ده نعمه من عند ربنا، نعمه جميله جدا، وشعري لطيف جدا وبحبه. ده كيرلي ده مش لاي حد، بيديني حريه وبيديني كده انطلاقه. لا وكيرلي مش لاي حد يعني، ما بيلقش على اي حد. هي بصي، ربنا بيخلق كل انسان في احسن صوره، ودي احلى صوره ربنا خلقني فيها، وانا الحمد لله رب العالمين حباها ومتقبلاها على كده، وبعمل شعري عادي جدا، ما عنديش مشكله. بس انا عندي مشكله اكبر من دي. ايه بقى؟ ابقى اتلسع في وداني. لو شويه مطر عرقت هتلاقي شعري قد كده. طب واي نوت؟ مش عايز اعمل خلاص. والله برافو عليك، هو حلو كده. التنمر عمل فيك ايه؟ بصي انا عناديه قوي، انا بعند مع نفسي. يعني انت لو اتنمرتي عليا بسبب حاجه فيا هفضل حطها لك في وشك. انا بقيت كده. لكن وانت صغيره كنت كده برضو؟ لان التنمر ده ابتدى معاكي وانت شعري بايدي والله من كتر التنمر. كنت بتتضايقي وبتخافي وتعيطي؟ تعيطت وتضايقت ومسكته كده وبالمقص. وفين بقى خالتك؟ لا كنت لوحدي، كانت شيراز مش ميرفت. شيراز خدتني الكوافير وعملناه بيرمننت، لان لما قصيناه بقى قد كده فعملنا بيرمننت عشان يتفرد. ما تضايقش. كان قصة يعني حوار. سؤال انا عارفة، بس انا دايما عايز اسأل السؤال ده في الحوار من اول حوار. ما تمنيتيش او ما تضايقتيش من كترة البيوت بالعكس الحلوة اللي انت رحتيها؟ مش وحشة. ما تمنيتيش يبقى ليكي مكان واحد ستيبل؟ اكيد طبعا، بس صدقيني انا كنانسي، صدقيني لو كنت عشت لوحدي ما ينفعش. انا ما ينفعش اعيش لوحدي. طب بس يعني انا لازم حواليا عيله، انا متعوده ابقى حواليا ناس. سبت البيت ما قدرتيش بعد وفاه ماما؟ بعد ميرفت بقى خلاص وماما. رحتي قعدتي لوحدك؟ قعدت لوحدي بس معاكي قطتك. معايا كلبي. الكلب وهنا بتجيلي وبتاع بابا وكده يعني، بس انا من اللي حابه اقعد لوحدي بقى خلاص يعني. انت شايفه نفسك ازاي بعد 5 سنين، او نفسك ايه بعد 5 سنين؟ ده في علم الغيب بتاع ربنا بقى، اللي ربنا كاتبه لي. لا لا، اللي ربنا كاتبه لي. بس انت ممثله شاطره، انا اتوقع انك انت ما هو وقت انا اوقات هتبقي حاجه حلوه حياتي. يعني بصي ربنا كاتبه لي هشوف. انا شخص يؤمن بربنا جدا، وان ربنا شايل لي حاجات كتير حلوه، حاجات كتير قوي حلوه، واي حاجه اتعرضت لها يعني في الحاجه في حياتي الشخصيه، هي مش بايدي، ربنا كاتبها لي، بس هي كانت احسن حاجه حصلت لي، لانها خلقت احسن شخصيه مني. عملت لك ميلاد لنسخه حلوه جدا. بالزبط. قويه جدا، مقاتله جدا. بالزبط. وان شاء الله هتبقى حاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. احنا كنا جايين نتكلم في الشغل. لا ما هو ده اتكلمنا في الشغل حته تانية خالص. انا عايزه اقوله يعني احنا اتكلمنا في حاجات تانية خالص، لان انت زي ما قلت لك انت صراحتك مبهره، يعني انت ما عندكيش الكلكعه والشكل المعين لا. اللي لازم اطلع بيه في حوار. انت باديه ناجحه من وانت صغيره، وعملتي شغل حلو قوي في رمضان اللي فات. عايزه اقول لك ان اللي حصل لك في حياتك واللي مريتي بيه يخلي الناس، وانا منهم، وانا بكتشف حاجات لاول مره، احبك اكتر واكتر. يعني بالعكس ده بيزود رصيدك في قلوب الناس. وفي كل مره بنتفرج عليكي بنفتكر ان انت بنت ب 100 الحمد لله، ب 100 راجل. الحمد لله. بشكرك انا نوس، ميرسي جدا، نورتينا وشرفتينا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. خلونا مشاهدينا بنشكركم طبعا، وبنشكر نانسي، بس هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. التالي فرص كل برج عاطفيا هذا العام مع هالة حافظ. وطبعا من اهم فقرات يوم الاربعاء هالة حافظ والابراج وايه الاخبار. بس احنا اتفقنا المره دي مع هالة ان احنا هنسال اسئله في العموم بقى خلاص.
هنخلي موضوع الاسبوع اللي جاي بقى كل برج هيعمل ايه وحظه وده، لكن احنا عايزين نسال شويه معلومات عامه. مفيش غير هاله حافظ هي اللي هتقدر ان هي ترد لنا على المعلومات العامه بتاعتنا. اهلا وسهلا بيكي هاله، نورتينا وشرفتينا. نورك يا مفيده، اهلا بيكي يا حبيبتي. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين، والهاله حافظ بتنورينا دايما وبتسعدينا. لو ابتدينا وقلنا هتخسر كل برج لو عملت ايه؟ يعني لو عملنا ايه مثلا لبرج الحمل؟ انت عايزانا نبتدي بالترتيب لبرج الحمل نخسره. طيب طبعا حفاظا على علاقاتنا وعلى صداقاتنا وعلى احبائنا بنبقى بنحط خطوط حمراء في نقط معينه ما نقربش منها. برج الحمل لو عملت ايه؟ لو اتعاملت معاه وقت عصبيته بعصبيه اكتر منها ممكن تخسره. مره في مره في مره هو عصبي وهو مريخي وهو ناري، لو هو عصبي وانت اتعليت قدامه ممكن تخسره. يبقى ما تردش على عصبيه الحمل بعصبيه زيها. تكذب عليه اكتر من مره ممكن تخسره، ما بيحبش الكذب، وانك تحس بتستغفله. يحس انك بخيل معاه، ما بيحبش حد يستخسر فيه حاجه او يستشعر ويلمس انك كذا مره بتبخل عليه. انك تقول له على طول لا بشكل دائم، مش على طول كل ما يطلب منك لا 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 لا, 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 لا هتخسره. يبقى الكذب والبخل والعصبيه واللال دائمه والعصبيه اللي اكتر من عصبيته. عارف لو عصبيتك في المعقول، لكن لو عليت عليه في العصبيه ممكن تخسره. التور انك تصر انك تعرف حاجات شخصيه عنه هو مش عايز يعرفها لك، تفرض نفسك عليه مره في مره ممكن تخسره. يعني معنى كده انك تروح له بدون مثلا ما تقعدش ما تتطفلش عليه. اصل الدكتور عندهم مشكله مع الناس اللي بيجوا من غير بيجي من غير ميعاد، ويحاولوا يخترقوا حدودهم الشخصيه. يبقى اذا تطفلت على الطور خسرته. بالظبط. تخون ثقته فيك او تشكك دايما في اللي بيقعد يقوله لك، تحاول يعني تبينه ان هو كذاب، ولا تشكك فيه ولا تخون ثقتك فيه. تكرر نفس الغلط اللي نبهك عليه قبل كده. لو نبهك مره انا ما بحبش كده فضلت كررته هتخسره. انك دايما تكون معارضه، المعارضه الدائمه مع الثور ممكن في مره يقفل منك. ولا تعارضه ولا تكرر اخطائك ولا تخون ثقته فيك. الجوزاء انك تتدخل بحريته الشخصيه، انك تحاول اجباره على انه يعمل حاجه مش على هواه او ما بيحبهاش، انك تمنعه من اشياء هو مؤمن بيها، انك تقلل من قيمه اي حاجه هو بيقدمها لك. كل الحاجات دي تخسرك الجوزاء. يبقى ما تقللش من الجوزاء ايا مكان الموقف. هم اربع حاجات. انا مش عايزه نطول عشان وقت الحلقه قليل وفي حاجات كتير بنقولها. السرطان انك تسخر من حزنه على امور تخصه، يعني هو يكون حزين انك تقعد تتريق وتسفه من حزنه او مشاعره، دي ممكن تخسر بيها السرطان. انك تبعد وترجع لحياته بمزاجك شوية تختفي وشوية ترجع مع السرطان ممكن يخسرك فيها. انك تتجاهل مشاعره واحاسيسه ممكن تخسر السرطان. انه ما يلاقيش عندك الامان دايما دايما انت صده ومش لاقي عندك الامان ممكن تخسره. انك تكون ناكر لجميله وانه يلمس دايما جحود منك ده تخسر بيه السرطان. اذا ما اديتلوش الامان، اذا انكرت جميله، اذا كنت تسخر من حزنه، انك ترجع وتدخل في حياته بمزاجك. الاسد، الاسد تخسره ازاي؟ لو ما احترمتوش او ما احترمتش محيطه، لو ما دلعتوش. لا انا بشوف ان مش الدلع، الاحترام والدلع يا اختي. الاحترام جزء من الدلع. ايوه الدلع. انك تظهر دائما عدم تحمل المسؤوليه ممكن تخسر الاسد. لما ترمي عليه المسؤوليه ويحسك سلبي وما بتتحملش المسؤوليه ممكن تخسره. انك تكون بخيل، الاسد يكره البخل والبخلاء. انك تتعامل معاه حسب وقتك ومزاجيتك ومودك. انه يبقى هو كده زي السرطان. زي السرطان، انه ما يحسش انه شخص مميز في حياتك. برضو ممكن دلع العذراء كله كانت. الاسد خليه دايما مميز، لو ما خليتوش مميز هتخسره. بالظبط. العذراء انك تحاول اظهاره دايما على خطا وانه دايما غلطان. لو فضلت على طول تقول له انت غلطان، انت مقصر، انت غلطان، انت مقصر، مره في مره هتخسره. يعني انك تستغله بالتقصير. ما تحسسوش دايما بانه ناقص حاجه. انك تستغله او تستغل مساعدته ولطفه معاك، لا للاستغلال مع العذراء. انك تنتقده لمجرد الانتقاد، هو يحس انك بتنتقد، مش انتقاد بناء وايجابي، انت بتنتقده. تعامله على انك افضل منه. محدش يامن العذراء على انه افضل منه فممكن تخسر. ما تتنططش عليه، يعني بيقولوها كده، ما تتنططش عليه. الميزان انك ما تقدرش تضحياته ولا تنازلاته. انك تكون قليل الذوق دايما معاه في كلامك وافعالك. قله الذوق ممكن تخسرك الميزان في التعامل مع الميزان. بالظبط. انك تقرر بالنيابه عنه من غير ما هو يعرف.
تاخد له قرارات وتقرر بالنيابه عنه ممكن تخسر الميزان بالنسبه لكل الامراض. تقرر اشياء تزعجه مع علمك انها بتزعج. انت عارف وبتعمل. تفرض عليه الحب وهو عايزك حاجه تانية، يعني تفرض عليه شكل علاقه وهو عايزك، يعني انا عايزك صديق فكون صديق، لو فرضت عليه انا بحبك فرض ممكن تخسره او العكس. العقرب، تخسر العقرب ان انت تكون متلاعب معاه، تخسر العقرب انك تقصد اثاره غيرته دايما سواء كنت على فكره صديق او حبيب، يعني اثاره غيرته كصديق او حبيب ولا تثير غيرته ولا تتلاعب بيه معاه، تحاول انك تفرض سيطرتك على العقرب. لا ما تحاولش بفرض خالص. السيطره العقرب ضد فرض السيطره. وحاجه تانية، تتعمد دايما في معاملتك معاه اعطاء الاوامر، ما بيجيش بالاوامر برضه بيجي باللين، انك تتطفل عليه وانك تحاول معرفه برضه زي الطور اشياء هو مش عايز يعرفها لك، حدوده يبقى الشخصيه. يبقى لا تتطفل ولا تتدخل في حدوده الشخصيه عشان تكسب. بالظبط. القوس، انك تتغير معاه بدون سبب منطقي، فجأة كده يلاقيك اتغيرت معاه. لا بالسلامة، صحيت الصبح لقيت مفيش، مش طبيعي، هيقول لك على فكرة هتخسره، يعني يا تديني أسباب لتغيرك ده يا إما مع ألف سلامة. إن أنت تعامله برسمية وتحط حدود بينكوا ويلاقي إن المعاملة بقت رسمية جدا بعد ما أنت كنت حد طبيعي، لو اتحولت معاملتك معاه برسمية ممكن تخسره. إنك فجأة مع القوس تبقى درامي وسلبي جدا وطول الوقت أنت تصدر له طاقات سلبيه وكئيب طول الوقت، هتخسر القوس. هيبعد الملودراميه والسلبيه، ما بيحبهاش القوس، هتخسر بيها القوس لانه هو بيحب الحياه ومرح وايقاع. ولو القوس حس انك بتتقرب منه عشان مصلحتك بس وانت بتاع مصلحتك، لا هيجري منك، هتخسره تماما. لو انت افتريت عليه او ادعيت عليه حاجه هو اصلا ما عملهاش ممكن تخسره، ما يديكش فرص بقى تانية. الجدي، الجدي لو سخرت منه من طموحه ومجهوده وبدأت تسفه منه ممكن تخسره. يبقى ما تقللش من مجهود مجهودات الجدي ابدا، انك تكون فضولي معاه او من احلامه. بالظبط، زيه زي الطور برضه، ما تكونش فضولي معاه، يعرفك بمزاجه اللي هو عايز يعرفه لك. لو انت فرضت نفسك عليه كنت فضولي هتخسره. تتعمد الاهانه والاستهزاء بيه او باي حد في دايرته او اي حد يخصه، هيدافع عن اللي يخصه، هيدافع عن نفسه، ما تستهزئش بيه ابدا. ان لو لمس ان انت بني ادم تافه هتخسره، ما بيحبش التافهين. لو لمس فيك سطحيه او تفاهه يبقى الجدي ما بيحبش السطحيين، التافهين يخسرك تماما، ما يحبش ان انت تيجي عليه او على اي حد من محيطه. قريب. انك تتصنع شخصيه غير شخصيتك، لا يحب التكلف ولا الادعاء ولا المسكات ولا يعني، لا كون على حقيقتك تكسب الجدي. كن صادق، كن تحد تاني وقعدت تزيف في شخصيتك هتخسر الجدي. الدلو، انك تأسر حريته في الحركة والكلام والتصرف، ما تكتفوش، ما تأيدش حريته ولا في الحركة ولا في الكلام ولا في التصرف، ضد اي قيد هو. بالزبط. مع الحرية انك تناقشه في مواضيع هو حذرك تقرب منها قبل كده، لو هو حاس انك مصر انك تتكلم في مواضيع عادي يقولك ما تقربش من دي وانت اصريت هتخسره. انك تتعامل معاه بغموض شديد، طول ما بيتعامل معاك يحس انك مش واضح او غامض ممكن تخسره. تتعامل معاك زي العذراء في الحته دي انك افضل منه، اداله برضه ما بيحبش الحته دي، اتعامل معايا يعني احنا كلنا زي بعض لكن هتتنطط يعني عليا بس ولا يعني استعلاء ولا ما فيش افضليه زي العذراء واداله في الحته دي هتلاقيهم بيدوا نفس رد فعل. الحوت، انك تستغل حبه واهتمامه وعطائه، هو يدي لكن لو حس انك عطائه ده بيستغل هتخسره. هتخسره انك تكرر حاجه ألمته أو وجعته قبل كده، يعني أنت وجعته مرة هيسامحك لأنه متسامح، لكن لو كررت اللي وجعه تاني وألمه هتخسره. لا مش هيسامح. لو حطيت حدود بينكم بدون مبرر، قعدت تحط حواجز وحدود حواجز وحدود، برضه هيسامحك في الأول. أو لو عملته بجفاء وقسوة دائمة، لو لقى منك دايما جفاء وقسوة، زي جفاء وقسوة هيبعد عنك تماما. انك دايما تديله الفرصه انه يعبر عن نفسه، الحب بيبقى محتاج دايما دعم وتعبير عن النفس. لو كل ما يجي يعبر عن نفسه يلاقيك بتصده وما عندوش حسن استماع، ما انت ما استمعتلوش، لا هتخسره، هيدور على بدايل. طيب يبقى احنا كده قلنا كل اللي احنا ممكن نعمله نخسر. لو احنا لو سيبنا الخساره، لو قلنا عن الحب، لو حبينا نقول مثلا ايه او مش ايه اكتر برج يتحمل التاني يعني ويحبه يعني مثلا لو احنا قلنا الحمل، ايه اكتر برج يحب الحمل ويتحمله في كل الابراج؟ طيب دي برضو نقولها بسرعه، الحمل يتحمله الميزان، الحمل يتحمله القوس، يتحمله بلا اي نقاش.
حتى لو في عيوب ولا حاجه لا يقدر يفوتها، ممكن اعرف سبب ويعدله. في اتفاق كبير جدا في شخصياتهم، في دايما لكل برج حاكم، فبتلاقي الابراج الحاكمه متفقه، بتلاقي الطبيعه ان كانت ناريه او هوائيه متفقه، فالتوافق ده بيخليهم بيفوتوا البعض. غير في ابراج يعني طبيعتها الحمل يتفق مع الميزان والقوس ويتحملوا بشكل كبير. الحمل يتفق مع الميزان والقوس، معنى كده ان الميزان والقوس هم بيحبوا الحمل، الحمل يحبهم والحمل يحبه، هو في الاساس الحمل اللي بيحبه، وبالتالي هم بيحبوه بس مش بنفس الدرجه. احنا دلوقتي هنقول دلوقتي مين فالتور اوكي، اكتر برج التور بيحبه العذراء والعقرب، اكتر برجين يتحملوا التور جدا ماما العذراء والعقرب ومعاهم الحوت كمان، يعني يتحمل التور وعقرب وحوت يتحملوا التور او يحبوا التور بالظبط. الجوزاء بيحب القوس قوي قوي، ويحب الجوزائين اللي زيه، يعني الجوزاء يتفاهم مع الجوزاء، ويحب الاسد قوي، الجوزاء والاسد يتحملوا بعض، يحب الجوزاء وعلاقتهم دايما فيها استمراريه، جوزاء مع جوزاء وقوس مع واسد وقوس. السرطان يحب العقرب جدا لانهم مائيين زي بعض، السرطان يحب الجادي قوي، وبالرغم من السرطان والجادي ميه وتراب الا انهم لما يندمجوا مع بعض يعملوا طين، فالطين يثبت فيبقوا كيان واحد بالظبط. بس كمان في الحوت يبقوا واقفين، العقرب والجدي والحوت الثلاثه دول يتفقوا جدا مع السرطان. الاسد يتفق مع الحمل، نفس النريه والسرعه والايقاع السريع، فبتلاقي الحمل والاسد يعني الاسد يتفق مع الحمل ويتكيف مع الحمل جدا ومع الميزان. الاسد والميزان تلاقيهم قريبين من بعض وبيفهموا بعض والحمل والاسد يتفقوا مع بعض. العذراء بيتفق مع الثور ومع العقرب، يتشد لهم يحبهم يستريح لهم يحس بالامان معاهم مع الثور والعقرب. الميزان يحب الدلو جدا، هوائي زيه ويحب الاسد. الميزان يحب تضحكي ليه مفيد علشان انا اتعاملتي مع حد كده اسد وخالها ميزان خال مني يحبوا اخويا بعض. فلما بنتي بتتكلمي كده فجاء في دماغي كم الليالي اللي هما الاثنين يقعدوا وهو مثلا مسافر يكلمها هي بس ما يسالش فينا. ده حقيقي يحبوا بعض جدا طول البال فيها. انا افتكرتك بتحكي على العذراء لما قلت الثور والعقرب، فقلت ايه مش متفقه مع الثور والعقرب. لا انا الثور والعقرب لا انا طب هو اشمعنى الثور والعقرب والعذراء يتفقوا مع العذراء ليه؟ اولا الثور ترابي صديق شبهه قوي قوي في حاجات كتير، والعقرب زي ما قلنا التراب والميه بيعملوا مع بعض ايه العقرب ميه يعني. والتراب والعذراء تراب، فالاثنين بيثبتوا الدنيا مع بعض. يعني ما بيبقاش علاقتهم هوا طياري سريعه، لا بيبقى فيها استمراريه. وحتى لو زعلوا من بعض او غزوا بعض او اثاروا وغيره بعض تلاقيهم لا بيرجعوا ونتصل تاني في امان معين ما بينهم. وصلنا للعقرب ولو خلصنا الميزان، خلصنا العذراء خلاص، والميزان يحب الدلو والاسد خلاص. العقرب يحب الحوت والسرطان ميه زيه، والثلاثه بيكونوا مثلث مائي رائع مع بعض. عقرب حوت سرطان هما المثلث القوي جدا. القوس يحب الجوزاء ويحب الاسد ناريين ناري وهوائي، بس هو الثاني الجوزاء هو شريكه في الدايره الفلكيه او في وشه. الجدي بيحب السرطان والعذراء، العذراء التراب اللي زيه والسرطان في بيته السابع. الجدي يحب السرطان والعذراء. الدلو يحب الحمل جدا ويتحملوا بعض جدا، والدلو يحب الاسد، ودايما معظم علاقات الزواج الناجحه بتبقى دلو واسد وبيبقى فيها استمراريه كبيره جدا جدا. يبقى الدلو والاسد كيمياء مضمونه، والدلو والحمل كمان. والدلو والحمل اخيرا بقى ختامه مسك. الحوت يحب السرطان والتور والجدي. الحوت يحب السرطان، الحوت يحب الجدي، الحوت يحب التور. دول اكتر ناس يحبهم برج الحوت. طيب لو قلنا ايه اكتر برج ممكن يأذيك ولازم تهرب منه؟ ده عكس بقى اللي احنا قلناه. برج واحد مع كل برج يعني بالظبط لكل برج في لكل برج ليه برجين اوكي ياخد باله يعني ممكن يتأذي منه يجري بالمشوار منه يجري ما يدي حتى لو يعني مش هنقول عدو مش هنقول اذيه، لكن خلينا نقول ان العلاقه مش بتمشي سهله.
بتحس انك بتحرقي بنزين قوي في العلاقه دي، لو دخلتي فيها مع هذا البرج هتلاقي نفسك بتحرقي بنزين وفي الاخر تبصي تلاقي ولا حاجه. فما بفضلش. نتيجه سلبيه مهما كانت، مهما عدينا وتحملنا وفوتنا وتجاهلنا عملنا نفسنا مش شايفين النواقص، في الاخر هتلاقي نتيجه واحده. الحمل، ايه البرج اللي يهرب منه؟ نمبر 1 الجدي. ليه؟ نمبر 2 العذراء. يهرب من الجدي والعذراء ليه؟ مهما طالت العلاقه بتلاقي اخرتها ولا حاجه، مش بيعرفوا يرضوا بعض. ليه بقى؟ الحمل نار، عصبي، مبكت، هاتي، حمائي. بصي فيه صفات كده، فلازم الشريك اللي معاه يبقى فاهم الطبيعه دي، يحاول يعرف يرضي. طب احنا معانا هنا عنصر ترابي عكسه تماما في الصفات، في الافكار، في الطموح، في الايقاع، في الريتم. ده احنا بنقعد جنب بعض كده، ده انت طريقتك اسلوبك. فاحنا لما ساعات عارفه، انا عايزه اقول لك حاجه، ان في ناس كتير جدا جدا حتى في دايرتي الصغيره مرتبطين حمل وجدي وازواج وحمل وعذراء، الا انهم مجهدين جوه العلاقه. يعني هم حابين بعض، احنا عايزين نكون مكملين، بس علاقه مجهده. اوبا، مجهده، وكل واحد بيفكر فيها كتير. نحط شروط ونحط قواعد. العلاقات الانسانيه مش كده، مش مريحه. احنا بندخل في علاقه عشان نبقى سايبين ايدنا، صح؟ يبقى احنا مستريحين. انا مش داخله علاقه عشان اقعد انهج معاك. يبقى الحمل، فبتلاقي عشان كده بقول على لونج تيرم، مهما كملنا في الاخر بتلاقي ولا حاجه. والعذراء التور، كل بقى اللي انا هقوله يبقى نفس الكونسبت اللي انا هقولهم دول، هم نفس. انا حطيت مديول اللي هم الحمل مع الجدي والعذراء. التور مع مين؟ نفس الكلام مع الاسد والدلو، نفس اللي قلته في الحمل مع هو علاقه مجهده جدا. الدلو مائي والاسد. التور مع الاسد والدلو. التور ما يحبش الاسد ابدا على فكره. التور مش خانقه كتير. لسه كنت هقول لك، مش ما يحبوش، بيحبوا بعض كتير زي ما قلت الحمل والجدي والحمل والعذراء. كل حاجه بينهم بمشاكل. لسه كنت هقول لك، مش ماشي طول الوقت، بننهج مع بعض، بنحرق. نفس الكونسبت بتاع الحمل. الجوزاء بيجهج جدا مع العذراء والحوت. السرطان مع العذراء والحوت. السرطان مرتين هما حاجتين. السرطان يا سهير وتاكدي عليا وما تتكسفيش حتى عشان يقول لك اصحابك. السرطان بيجهد جدا مع الحمل والحمل. القوس مش فاكره، بس الحمل مؤكد. السرطان لا يتفاهم مع الحمل ولا القوس. الاسد لا يتفاهم، يعني هو برج واحد اللي اقدر اقول فيه دي العقرب. الاسد والعقرب وجهات النظر مختلفه، دي حقيقه. لا مختلفه مختلفه، كل واحد فاكر نفسه ملك فيهم. سما وارض. العذراء صدقي على الكلام ده، لا يتفاهم مع القوس ولا الجوزاء، ما تحبيهمش قوي، او يعني انتوا مش فاهمين بعض. صدقتي مين بيقولها؟ هتقولي بحبهم. انا ما عنديش اصحاب لا قوس ولا وده تصديق على الكلام. وده تصديق على الكلام، مش بيشدوكي، فما بعملتيش معهم صداقه. لا خالص. شفتي؟ الميزان لا يتفق ولا مع الجدي ولا مع العقرب. يبقى الميزان ضد الجدي والعقرب. تماما الكلام ده جدا. تماما. انا بقارنه بس مش هقدر. العقرب دي بقى حاجه متبادله، ما بيحبش الاسد وما بيحبش الحمل. العقرب والاسد والحمل يعلو مع بعض علو غير طبيعي. القوس ما بيحبش ولا التور ولا الجدي الاثنين، والعلاقه بينهم صعبه جدا والاستمراريه بسيطه. الجدي ما بيحبش هو كمان، زي دي علاقه راحه جايه، ما بيحبش ولا الميزان ولا الحمل. الجدي ما يحبش الميزان ولا الحمل، والحمل ما بيحبش الجدي. بالظبط. الدلو، الدلو ما بيحبش كتير على فكره. والله عنده كتير. بصي، عنده الجدي، الدلو ما بيحبش الجدي. الدلو ما بيحبش الحوت. الدلو ما بيحبش السرطان. ليه كده؟ صدقي عندي ناس اصحابي كتير دلو على فكره. لا، هتلاقيه في دايما تحفظات كده. لا، مش ممكن يبقى برجه ساعه حاجه تانية، بس انا عندي كتير دلو اصحابي. مش عارف. الحوت بحبهم جدا. الحوت ما يحبش الدلو برضه. والحوت ما يحبش الجوزاء. الا خلونا بس نستثني حاجه يا جماعه ما قلتهاش في اول حلقه، نستثني الامهات والاهل. يعني ما ينفعش اقول ام حوت ابنها جوزاء وبتكرهه، نادر. نستثني، وطبعا ولا عزاء للمتزوجين. ما تروحش تقول له هلا قالت ان انا ما اتفقش معاك يلا بينا على المأذون. لا، يعني المتزوجين خلاص احنا في امر واقع. والاهل صعب جدا ان انا اقول لك، انت ممكن تكوني مختلفه مع بنتك او مش راضياكي اسلوبها، لكن نادر ان انتوا تبقوا اعداء
خالص. بس هتحسي انك مش عارفه تتفاهمي مع ابنك او بنتك. ايوه في لغه تفاهم بالظبط. لكن في ام مع ابنها كيمياء عاليه جدا. يعني في ام مع اولادها كيمياء، لكن الام مثلا لو انا قلت حوت وجوزاء لا مفيش كيمياء ما بين، او مش عارفه تعمل ايه مع ابنها. فالحوت لو ولادها جوزاء وده احنا دلوقتي بنتكلم في الاهل، غير بقى الاحبه اللي هم لسه على البر. يعني لو عندك فرصه اختيار حاولوا تختاروا حياه اهلا. لو عندنا لسه فرص الاختيار في واللي مفيش بقى روابط قويه جدا، لا يعني ما بفضلش، لان فعلا هتجهدوا جدا في العلاقه. طيب مين ملوك الاسبوع ده؟ ملوك الاسبوع ده خلينا ملوك الجدعان. طبعا الابراج الهوائيه هي ملوك الاسبوع ده، الجوزاء لان كل سنه هم طيبين، والدلو والميزان. التلات ابراج دول عندهم حظوظ هايله جدا. وضيف معاهم الاسد. الاسد بيجهز لفرحه او الاحتفال او لترتيبه حاجه، يعني حفلة نجاح، حفلة تخرج، حفلة زواج، حفلة خطوبة، لو هي أم أو أب زواج أولادهم، احتفال بطفل قادم، في احتفال، في ترتيب. يعني جوزاء وأسد. بصي الثلاثة الهوائيين جوزاء وميزان ودالو، خلاص كده الثلاثة الهوائيين ومعاهم حمل وأسد الاثنين ناريين. إحنا شوية سرطان وعذراء وحوت وقوس لسه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، الاربعه دول يا ريت بنقابلك الاسبوع الجاي تفكي عنينا ان شاء الله. هيبقى في تغيير ان شاء الله. بشكرك يا هاله، ميرسي جدا، شرفتينا ونورتينا. بشكرك يا هاله. وعلى ذكر الجوزاء تسمحوا لي اقول لداليا صالح او داليا العدل الجميله القمر، كل سنه وانت طيبه. زميلتنا الجميله هند فراج، كل سنه وانت طيبه. ومنيره اخت فنانتنا الجميله لطيفه، كل سنه وانت طيبه. ونصره صبحي صديقتنا المتنورنا في المطبخ، جوزاء كل سنه وانت طيبه. كل سنه وكل برج الجوزاء طيبين. كل سنه وانتم طيبين برج الجوزاء، ويعني سنه سعيده عليكم ان شاء الله، واسبوع كويس ليكم كلكم. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقه. عايزه اقول لحضراتكم ان احنا في عالم التكنولوجيا داخله بشكل كبير جدا في كل حاجه، حتى في الصحه. يعني الذكاء الصناعي ما سابش ولا مكان غير وهو عمل الشيء اللي ينفع ليه. بمعنى ان دلوقتي صحيا احنا ممكن نعمل تحاليل كتير لغايه ما يطلع عينينا ويعرفوا ان التحاليل بقت غاليه قوي 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 قوي. اللي حصل ان بقى في جهاز يقدر يقرا كل حاجه موجوده في جسمك، ويقدر يحدد الدفوهات بتاعتك اللي في جسمك، انت ناقصك ايه وعامل ايه، وهنا انت محتاج فيتامينز كذا، هنا انت العضلات، هنا انت التوكسيك او التسمم في جسمك من خلال استعمالك حتى للديودرنت عامله ازاي. شيء مذهل محتاجين احنا نفهمه، ومحتاجين ان احنا نعرف نعمله امتى، نروح نكشف ازاي، يعني نعمل ايه عشان نعمل كده. فبيسعدنا النهارده يكون معانا الدكتور محمود عيساوي، رئيس مجلس اداره شركه فاليورز. ودكتوره ايمان بدوي، رئيس مجلس اداره شركه ويلنس اويزس. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك. بنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين، ومنورنا دكتور محمود ودكتور ايمان. والحقيقه في الفاصل انتوا قلتوا لنا معلومات جديده جدا ومثيره ومفيده جدا جدا. حضرتك تحكي لنا ازاي جهاز الذكاء الصناعي ده بيفهم انا محتاج ايه، وانا ايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش. تمام، انا هتكلم بشكل مبسط جدا طبيا. يعني هو الجهاز It's a French technology. هو قايم على حاجة اسمها spectrophotometry، اللي هو من الآخر الطريقة اللي بيتم بيها تحليل اللاب تيست بتاع البلاد، اللي هو بتعمل اللاب تيست العادي. يعني بيستخدم نفس التقنية، بنفس التقنية. بس احنا الجديد ان احنا بنستخدم الجهاز عن طريق التيشو، بنقيس عن طريق الإيد. تمام، ومربوط السيستم بتاع القراية ده بيجي لي ريفليكشن عن كل معدن ومينرال ليه طول موجي معين، فالجهاز بيقرأ. مربوط بسيستم ارتفيشال انتليجنس، اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي بيقدر يطلع لي بالظبط القرايات بتاعه الجسم، جغرافيا كامله بقى، كل حاجه بقى. اللي هو الجسم ده ناقصه ايه مينرالز، ناقصه ايه معادن، زايد عنده ايه، وعنده هيفي ميتلز او المعادن الثقيله اللي هي بتسبب التوكسيسيتي. بالوان احمر واخضر، اللي هو خريطه الطريق، خريطه كامله. والاي اي بقى بيربط لك المعادن دي ببعض، ان هو لما ده بينقص وده بيزيد وده بيزيد، بيبقى احتمال عندك مشكله كذا او رايح لها.
فالجهاز يعني موجود في اوروبا له فتره. الماشين نفسها سيلف ليرنينج، يعني انا عملت حضرتك تيست النهارده ده بيطلع لك الريزلت والماشين نفسها بتزود الداتا اللي عندها عليها على السوفت وير بتاعها مليونز اوف بيشنتس، صور لحالات مليونز اوف بيشنتس، وبتطلع ريكومنديشن، مش بس بتطلع مشكله ايه، تقول لحضرتك المشاكل بتاعه الجسم ايه، وعليها تقدري تمشي على نظام غذائي شكله ايه، تغذيه علاجيه كامله، مش شرط تزيد او تقل في الوزن او تغذيه رياضيه، كل ده انكلوسيف. جسمك كله محتاج ايه عشان يقوم يبقى سليم 100%. يس، افهم جسمك بالظبط. افهم جسمك. طب دلوقتي انا الجهاز انا عملته بس ما يعني وما كنتش عارفه طبعا يعني المهم عملته وهو فعلا هو فتره طويله انا بعمله التست ده، بعمله وقت طويل يعني باخد تقريبا ساعه، اسئله كتير وانا اللي بختار وبقول انا باكل ايه وبشرب ايه وبحب ايه وبستعمل ديودرنت عامله ازاي وكل حاجه تفاصيل، بيطلع في الاخر شيء لازم يتكون كفيتامين. يس. علشان اخده في الوريد علشان يعوض لي كل الحاجات اللي ناقصاني، صح كده؟ yes. هنا بيجي دور حضرتك. يس يس، كونسبت ويلنس اويسز، ان احنا بنبتدي ناخد المعلومات اللي احنا استفدناها من السوتشك. كل شخص ليه كاستمايزيشن لجسمه، يعني احنا ما ينفعش ناخد فيتامينات ومعادن من غير استشاره طبيه. صح. ومن غير ما نفهم ايه اللي ناقصنا وايه الحاجات اللي كويسه اوريدي في جسمنا وجسمنا بيطلعها ما فيهاش اي مشكله خالص. فبعد ما بنقدر نقرا السوتشك وهو اوريدي بيطلع لنا ريكومنديشن والحاجات اللي احنا محتاجينها، بنبتدي ننفذ دوت في كونسبت الاي الجبس او المحاليل الورديه، بتبقى كاستمايزد ومخصصه لكل شخص وفقا لاحتياج جسمه. هل هو محتاج المعدن ده؟ هل هو محتاج الفيتامين ده؟ هل هو محتاج حاجات معينه للمفاصل؟ طب هو بقى بكرره كل قد ايه؟ حسب الارقام اللي طلعت لنا من الجهاز. يعني احنا بنبتدي اول بالدوز، ممكن تتكرر كل اسبوع او كل 10 ايام من مرتين لثلاثه لحد ما نوصل للاوبتيمم نمبرز، كاننا اخذنا كورس فيتامين دي حبوب لمده 3 ل 6 شهور، وبعد كده ممكن يكرر كل شهر او كل شهرين، لان هو بيعتبر ان احنا بنضيف للجسم المعادن الفيتامينات، في حاجات حتى لصحه البشره لصحه الشعر لكل حاجه متعلقه بالجسم داخليا وخارجيا، فهو كاننا ماشيين على كورس معين من الفيتامينات والمعادن اللي احنا بنحتاجينها وممكن ما نعوضهاش عن طريق الاكل. دكتور محمود، الدريب ده او المحلول الفيتاميني اللي موجود في علبه مخصصه للشخص، مين بيركبه؟ يعني انا الجهاز طلع ان انا عندي والله نقص فيتامين بي وكروميوم وحديد واتفر بحاجات كتير جدا، مين بيركب الموضوع؟ انا هكلم حضرتك على البراكتس جلوبال، يعني مش في مصر بس، في حاجه اسمها كومباوندنج فارماسي اللي هي صيدليه تركيبات دوائيه. اوكي تمام. دي بيجي لها بالظبط الكروشيتا اللي هو نواقص الشخص ده 1 2 3 4. اوكي تمام. وبتتحط الحاجات دي، بتتعمل في كلين سترايل اريا زي تصنيع الدوائي بالظبط، وبتتحط جوه فايل سترايل كلين وتيجي للكلينيك تفضيها بس في الصالعين. ده البراكتس جلوبال ايفري وير هير اند زير، يعني في مصر، في دبي، في يعني معنى كده بتجي لكم من بره ولا بتعملوها هنا في مصر؟ في مصر هنا بتتعمل، وفي فرانشايز اوريدي بيتفتح دلوقتي للصيدليه بتاعتنا اللي في دبي، بنفتحه هنا اوريدي خلاص، وزن فيو دايز هيبقى تكون موجود. اوكي. والسوق الماركت فيه كتير، يعني المستشفيات حتى لايك 57 73 المستشفيات دي كل مستشفى جواها صيدليه تركيبات، عشان ده جزء من التغذيه العلاجيه. بس احنا الفكره بدل ما بنخليه هوسبيتال ان بيشنت للهوسبيتال بس، لا بنخليه للناس كلها، ممكن تاخده في الكلينيك. هل ممكن بتساعد في حالات الاكتئاب عموما واكتئاب ما بعد الولاده كمان؟ جدا. في ايفي جيبس كاستمايزد للناس ما بعد الولاده. ليه؟ لان احنا مش مقدرين دور الفيتامينات والمعادن وفكره ان احنا نفهم احتياج الجسم. كل ده بيدخل في دور في السيروتونين، هرمون السعاده. في حاجات بتتحط في الايفي جيبس اسمها المود بوسترز، في حاجات حتى بتافويد على اللونج ران ان يبقى فيه ديبرشن. وفي نقطه كمان مهمه جدا في السوتشك، ان هو بيبريدكت الاب كومينج في حاجات معينه زي الناس اللي عندها مقاومه انسولين او نسبه السكريات عندها عاليه جدا في الدم، فهو بيبريدكت الابكومينج وبيبتدي يبالانس المعادن والفيتامينات اللي احنا محتاجينها، بياخدها في الاي في جيبس، فبالتالي بقدر اوصل للتوازن المثالي للجسم. طب دكتور ايمان، لنفترض ان انا جيت لك مش عشان استعمل الجهاز، جيت لك في الكلينيك لانها اويزز يعني yes. مكان مفتوح، مش شرط ان انا ابقى اعمل الجهاز ده yes. بس انا مثلا جيت قلت لك انا عايزاكي تديني دريبس للبشره yes. او انا عروسه مثلا فرحي بعد قد ايه
ده في كده؟ يس، في ready to use drip اللي هي حاجات related بالتجميل، حاجات related بطلب معين الكاستمر اللي هو محتاجه، بس ستيل احنا دايما بنفضل الكاستمايزيشن، لان احنا ممكن يكون في مشكله في الكولاجين، في مشكله في فيتامين معين مؤثر على حاجه، بس في فيتامين تاني كويس جدا في الجسم ما فيهوش اي مشكله، فدايما انا بفضل الكاستمايزيشن. ليه؟ لان هي بتكون مخصصه للجسم اللي فيه مشكله فيه، اوفره له ايه اللي هو بيطلع من الجسم طبيعي عن طريق ان هو بياكل حاجات معينه فيها المعادن ديت، انا مش مضطره اديه له كزياده. طيب احنا عرفنا ان في فوائد كتير من استخدام الذكاء الصناعي ده في تخطيط خطط العلاج، يعني ان انا بعمل تحليل بيانات، ان انا بحدد افضل مسار للعلاج، ده بيحصل ازاي؟ هو ده حته الكشف الاستباقي اللي كانت بتتكلم عليها الدكتوره، ان انا مش بقول للعيان ده عيان بس، يعني والا كنا اعتمدنا على التحاليل الموجوده بتاعه الدم انا بقول لو في حاله مرضيه هي ايه، بتشوف تاريخه الصحي، وتاريخه الصحي طبعا، وبشوف تاريخه، يعني مش تاريخه، مستقبله، يعني باخد سناب شوت كده، ان انت باللايف ستايل اللي انت ماشي فيها دي، انت رايح للسكر، انت رايح لضغط، انت شعرك هيقع مش عشان الزنك، عشان هرمونال امبالانس، انت ضوافرك هتتكسر عشان السيليكا مش عشان كذا. ده فكره الانتربريتيشن، او مش هقول التنبؤ يعني، بس اللي هو ايه، زي ما تاخدي هايلايتس كده من المستقبل. اه بالظبط. طب دكتور، من ساعه ما انا بعمل السول شاك لغايه ما بركب الدريبس الاي في دريبس باخد وقت قد ايه؟ حلو السؤال ده. السول شاك نفسه بيطلع في 30 ثانيه الريزلت بتاعته، الشرح بتاعه حسب العيان ما عايز يعرف قد ايه، بس ان افريج بنتكلم من 5 to 10 minutes بيكون الكلاينت، مش هقول العيان لان هو مش عيان، المستخدم عارف ايه المشاكل بتاعته او ايه اللي ناقصه. يعني الدريب عشان يتعمله كاستمايزيشن بياخد من 1 ل 2 دايز. اه فلو الشخص عايز يجي وبعد 24 ساعه ياخد الدريب بتاعه اتس اوكي، عايز يجي بعد يومين اتس اوكي، بس فروم 1 داي يقدر يجي ياخد الكاستمايز. طب الدريب ده لما باخد البتاع، حضرتك بتقعدي معايا تقولي لي والله احنا الدريب ده هيبقى متكون من 1 2 3، بتخيريني؟ لا مش بخيرك، هي بتبقى اوريدي ريدي زي ما الدكتور شرح لنا من شويه. السيستم بتاع السول تشيك او الذكاء الاصطناعي السو سمارت اب تو ان من ضمن النتائج اللي هو بيطلعها بيقول لنا الكومبوننتس بتاعت الاي في دريبس اوريدي، هو بيقراها عن طريق النتائج اللي طلعت وبيقول لنا كومبوننتس الاي في دريبس الشخص ده محتاج 10 items 11 items، وكل ده سيستمايز اوتوماتيكلي بيروح للكومبايننج فارماسي، فبيوديني يشوف الريزلتس. احنا مش يعني مش احنا اللي بنقول ايه اللي محتاجينه نشيل ايه نحط ايه، لا احنا بنعتمد تماما على الريزلتس اللي طلعت اوريدي. طب احنا معانا صور، طب احنا معانا صور بس لحد ما تجهز. هل فعلا جهاز المناعه، وكلنا بندور على مناعه قويه باعتبار ان انا مناعتي على قدي، فبندور على مناعه قويه، الجهاز بيعمل ايه؟ بيرفع جهاز المناعه؟ الجهاز نفسه هو الطريقه للسكريننج، ان انا اعرف المشكله ايه، تمام؟ انما البروتوكولز اللي بعد الجهاز، يعني ممكن لو هتحتاجي رايي انا، يعني عشان اروح لحته المناعه دي انا محتاج اعمل حاجه اسمها الدي ان اي سيكونسنج، اللي هو تيست اعلى او يعني مور ديتيلد عن السول تشيك نفسه. بيديني الجين كود بتاع الشخص، الخريطه الجينيه بتاعته، واقدر اشوف انا ازاي اقدر ابوست الاميون او اقوي المناعه بتاعته. دي حاجه هايله جدا. طب الصور بقى اللي احنا شايفينها، هل الدريبس ليها علاقه بالتخسيس؟ لان دي صور حد خس. يس، البيبتايدز دي وان اوف ذا بروتوكولز اللي موجوده، ان احنا بنستخدم البيبتايدز دي بتساعدنا ان احنا كنترول الويت، بتساعدنا ان احنا نظبط الجلوكوز في الدم، بنقلل الشهيه، وبنهتم جدا بكونسبت الديتوكس من ضمن البروتوكول عندنا. ان كده بيتحسن السكر، كل حاجه بتحسن السكر وبتنظف السموم من الجسم. ده بروتوكول لوحده، بروتوكول جوه ويلنس ويس، اتس ا سيكونس من اول السو تشيك للبيبتايد للاي في دريبس، هي بتبقى اجورني 1 مانث جورني، بنطلع من الجورني ديت احنا قادرين نلوز الويت. في ناس بتخسر اب تو 15 كيلو ان 1 مانث، بنقدر ان احنا نعمل ديتوكس وتنظيف للجسم، لان احنا بنقعد اول اسبوعين على عصايه فريش ذاتس ات وميه كتير جدا لحد ما ننظف الجسم من كل حاجه فروم اي تو زد، وبعد كده بنسبورت بالاي في دريبس اللي موجوده وبنسبورت بالفيتامينز والمينرالز، فبيكون الجسم قدر يتخلص من السموم، يتخلص من الوزن الزايد، يتخلص من الطباع السيئه اللي موجوده في الاكل اللي احنا ناكل بشراهه. طيب ناس كتير جدا يفهموا الكلام ده يقول تمام كل ده حلو، طب وات اباوت الكلى والاستيعاب لكم الفيتامينز والحاجات دي؟ ممكن الناس تقلق،
تقول لك هل ده ليه تاثير ممكن يجيب لان مثلا في ناس بتفتي مثلا لا يا عم انا خايف على كلى يجي لي فشل كلوي، هل ده حقيقي؟ ده حقيقي، ده كونسيرن حقيقي جدا. واحنا اتس نوت وان سايز فيتس اول، يعني مش البروتوكول ده اي حد بياخده، في مجموعه من التحاليل لازم يعملها كل شخص. الفيتامينز نفسها لو مفيش الرجي مفيش حساسيه ناحيه نوع معين من الفيتامينز مفيش مشكله، انما لو هيخش في بروتوكول ان هو يستخدم بيبتايدز لا لازم يتعمل له تحاليل معينه ولازم يكونسلت الدكتور بتاعه، لان والا كانت الحياه بقت سهله جدا، خد حاجتك وامشي وخس وخلاص. صح. اذا فيما يختص بكورس التخسيس انت لازم كدكاتره لازم تشوفه طبعا. في دكاتره التغذيه بتبقى متخصصه تماما في المتابعه ديت وقبل التحاليل ما قبل والتحليل ما بعد، وفي اشخاص معينين ما بيكونش ينفع معاهم بروتوكول ده خالص، وعشان كده احنا دايما بنهتم بوجود دكاتره التغذيه. احنا عندنا دكاتره التغذيه متخصصه للناس الاثليين اللي بيروحوا الجيم، دكتوره التغذيه متخصصه للاطفال، كل حد يبقى ليه دكتور لازم يتابع يعني معاه. تخصصات تخصص مش بشكل عام. طب في حاجه مهمه برضو، فكره دعم التعافي العضلي باعتبار كلنا برضو عضلاتنا بتوجعنا يعني، فدعم التعافي العضلي ده بيحصل ازاي؟ في اي في جيبس معينه كاستمايز كمان للناس اللي بتروح الجيم واللي عايزه تعمل امبايرمنت سترينث للماسلز بتاعتها، عايزين تعمل عضلات يا سوية عايز تخفف احنا من الوجع العضلي، فاهمه قصدي؟ طب ولو عايزين ايوه اللي عايز انا فاهمه سؤالك عشان انا فاهم سؤال حضرتك. طب والنبي واللي عايز يخفف عضلاته طيب خلينا نتكلم عن الناس بيجي لها شد عضلي مثلا، انا واحد منهم وامشي شويه الاقي رجلي شدت، انا مش رياضي قوي يعني. في حاجات بتنقص في الجسم لايك المغنيسيوم مثلا، تمام، ده لما بينقص بيجي شد عضلي نتيجه اي مجهود. فانا لو حطيت في الدريب الجهاز ارى ان في نقص في المغنيسيوم، بحط في الدريب الدوز المطلوبه، بوزن الموضوع ده، بتخلص من القصه دي. انما انا لو عضله عندي وجعاني هي وجعاني خلاص، انا مش هلحق اعمل لها حاجه. انت بتدور على فعل استباقي. يس، احنا كل شغلنا استباقي. انتوا بتعملوا حاجه حلوه جدا ولازم تنورونا كتير، ولان كل منطقه من دول عايزه نقعد نتكلم عليها لوحدها كده، الدعم العضلي، التغذيه، الامراض التانيه، الفيتامين، يعني بتعملوا حاجات كتيره جدا فمحتاجه تفصيل. تفصيل نتشرف تحت. لا بجد الفكره جميله جدا وبنحييكم عليها، واعتقد ان هي هتسمع في حاجات كتير جدا جدا جدا. اشكركم ميرسي جدا. ثانك يو سو ماتش، ميرسي جدا ليكم. سوير بنشكركم جدا، شكرا لمتابعتكم ودايما بخير ونشوفكم على خير. ستات على النهار، تحياتنا لحضراتكم ونشوفكم يوم السبت ان شاء الله وحلقه جديده والستات على النهار.